اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه اتش تي ام فوتوغرافي. فيديو النهارده تصوير في اسطبل خيل، موديل في اسطبل خيل، واكيد في مش بس انا، اكيد في مصورين تانيين ولسه هروح اكتشف. انا واخد اضاءاتي كلها في الشنطه اللي ورا دي، زي ما انتم شايفين كده، دي الشنطه اللي بشيل فيها الاضاءات والاستندات، ودي اضاءه الكاميرات. واخد معايا النيكون الدي 850 ومعايا السوني الاي 7 4، اصور بيهم صور، هستخدم يدي يعني، ومعايا العدسه 70-200، ومعايا عدسه 45 مللي، ومعايا عدسه 35 مللي. والسيشن هيتصور بالدي جي اي اوزمو اكشن 4، وهاخد شطات فيديو للموديل مع الخيل بالدي جي اي اوزمو بوكيت 3 اللي بصور بيها حاليا، دي البوكيت 3. تمام، يلا خليكم معايا، اوصل انزل حاجة ونبدأ تصوير على طول. بصوا يا جماعة، الاسطبل ما هوش كبير، صغير زي ما انتم شايفين كده، وفي الغالب هيكون تصوير زي عربي، تصوير ستايل عربي، وهنشوف ده مع بعض دلوقتي. ما افتكرش طبعا، مش عارف لسه ايه السيكونس هيمشي ازاي. شوفوا هنا برضو يكون قاعدة عربية، وانا معداتي هناك اهي. ايدي 600 على اوكتا 120، ايدي 400 على اوكتا متر. شايفين الهواء عامل ازاي، جاب الاضاءات كلها الناحيه دي. طب احنا نظبط بقى امبيانت لايت. تمام، شطر 1/200، ايزو 125، فتحة عدسة 2.8. زي ما انتم شايفين كده، اربع خمس مصورين، خليت التشانل عندي 18 على الفلاشات وعلى التريجر، بحيث انه لو حد ضرب فلاش ما يضربش مع فلاشاتي انا، انا التشانل بتاعتي لوحدها. محمد، هات اضاءتك شويه كده ودي كده. ها، ما تخافيش هندي لك. خلاص اوكي، زي الفل زي الفل. ايوه، لا هاتها، لف لفها شوي، لفها بس. ايوه، علي 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 بس. ايوه كمان، نجرب. يلا 1 2. مش شغال على فكره. مش شغالة؟ ها؟ اوكي. طيب. هوريكي، بس انت مكشرة ولا ايه؟ انت زعلانة؟ لا، هو لازم كده الستايل كل شوية جديد. اوكي. ده حلو والله مرة. لا ده في أحلى من كده، بس ادينا ستايل بقى، ادينا ستايل. اوكي؟ أيوه ادينا ستايل. قول لي، انا متزرزره. بلاش تزرزري، خليكي ريلاكس. معلش معلش، هو ده باين في الصوره. والله؟ اه والله.
يلا طلي عليا. ايوه قربي للخيل شويه. اوكي ما تخافيش ما تخافي. ايوه خلاص 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 يلا يلا يلا, يلا. ابتدينا شغل. ايوه هم صوروا انا بقى اصورها دلوقتي. احنا صورنا راح تكون عند الخيول راح تكون جوه الاستابل السياره شيء غير عن اللي سواه البنات كلهم بالظبط كده. الاول انت ماشيه يلا تعالي. اضاءه الاول ايه نعملها 64 شايفين طبعا احنا نصور بالليل فضروري اضاءتين ما ينفعش اضاءة واحدة. اللي يقول لك انا طالع تصوير مودلز او سيشن بالمنظر ده ما ينفعش ابدا اضاءة واحدة لازم اضاءتين فيل لايت وكي لايت. الفيل لايت مهم جدا بيدي لك صورة مختلفة تماما عن انك تشتغل باضاءة واحدة بس. فلازم اضاءتين ما تجازفش يعني ما تجازفش صورك مش هتطلع تمام التمام يعني لازم اضاءتين واتنين اوكتا حجم متر مثلا معقول فلاش 64 والشطر عندي دلوقتي بالليل 1/250 ISO 125 ثابته. دلوقتي هنكمل السيشن بالاوزمو بوكيت 3 لان هي بصراحه الافضل بالليل افضل من الدي جي اي اوزمو اكشن 4 حتى تشوفوا الفرق دلوقتي. اوكي
اوكي. ناخذها من قريب شويه. معلش تاني بس خليكي مفتحه عيونك. ايوه طلي شويه على المرايه. ايوه وانتي واقفة مثلا. ارفع الإضاءة لفوق. ودي كمان ارفعها لفوق. طيب روح وقف هناك علشان انا ظبط الاضاءة بس. طيب في بوز معلش هستاذنك انا هتوفي كده يدك دي هنا ودي هتسحبي بيها. بس تعالي علي يعني اطلع علشان راسك تبان لان ده مغطي. ايوه حاول ايدك تنزل يعني. ايوه كده بالظبط. طولي بقى كده. بس عايزه تطلع بره شويه يعني. شوفي راسك انا عايزه تطلع شويه بره.
انزلي من السيارة بس بص طلي على الإضاءة دي، يعني خليكي كأنك نازلة من السيارة. أيوه طلي على الإضاءة. ارفعيها ارفعيها بس بلاش في الوجه، يعني خدي بوز، خدي يمين شمال. ايوه حلو. كده نكون خلصنا تصوير، وزي ما انتوا شفتوا يوم شاق جدا مليان مصورين وعاملين كذا سيت اب، وان شاء الله تكون النتيجه عجبتكم. لو عجبتكم النتيجه ما تنسوش دعمي بلايك للفيديو، واي استفسارات ارجعوا لي على اليوتيوب او انستجرام او فيسبوك، هتلاقوا حساباتي اسفل الفيديو في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.